بعد استجواب الدكتور عادل الصبيح بفتره طبعا تقدم النائب سيد حسين القلاف باستجواب حق وزير العدل ذاك في ذلك الوقت سيد سعد الهاشل، وعلى اثرها او بعدها تقدمت الحكومه باستقالتها في 29 يناير سنه 2001. نعم، تحديدا بعد يومين من تقديم الاستجواب. هي اي تاريخ من يناير؟ في 29 يناير 2001، بعد يومين من تقديم استجواب القلاف حق الهاشل الحكومة استقالت. هني بدأنا الحين صفحة جديدة مع أحمد باقر، وتم عرض الوزارة على أحمد باقر للدخول. كلمني عن اللي صار. الوزارة ولا عن الاستجواب؟ لا لا، على الوزارة. الاستجواب ما صار. أيه، طبعا ممكن نقول جملة واحدة هني. يبدو الحكومة أو رئيس الحكومة الشيخ سعد الله يرحمه وسكن الجنة ما كان راضي عن الوضع، فكان يبي يغير، فانتهزوا فرصة الاستجواب. ما كان راضي على استجواب الهاشل؟ لا، هي طبعا ما كان راضي على استجواب. لا، أنا الوضع العام ما كان أعتقد كذي، وذاك الاستجواب كان رد بسهولة. يمكن رئيس الحكومة وقتها رأى أنه من الأفضل ينتهز فرصة الاستجواب، ف يستغل الحكومة وتقدم، يعني يتم تشكيل حكومة جديدة. يمكن طيب، في هذه الحكومة عرضت الوزارة مجددا على أحمد باقر. اي نعم. شو اللي صار؟ دق عليه الشيخ صباح. شيخ صباح؟ اي، سمو الأمير الآن، كان وقتها النائب الأول. طلبوني بالتلفون، كلمت الشيخ، الشيخ يبيك. كلمت الشيخ، قال لي في تشكيل حكومي ونبيك. طبعا هني هذه اول حكومه يشكلها الشيخ صباح بعد مرض الشيخ سعد، اللي سموه الحكومه بالوكاله. الشيخ سعد كان موجود، هو رئيس الحكومه، بس النائب الاول هو تولى الاتصالات. فقلت له حاضر، بس انا عندي مشكلتين. مشكله اولانيه ان انا كنت يعني طالب، لما داني الشيخ سعد قلت له العدل والاوقاف هذا اللي اقدر اعطي فيها. قال لي موافقين على العدل والاوقاف. هذا كله بالتليفون. الموضوع الثاني وهو أني أخشى أن الحكومة تطرح موضوع المرأة من جديد، وأنا هالموضوع ما يمكن أصوت عليه. فقال لي هذا الموضوع لن يطرح فيما تبقى من عمر المجلس الحالي. قلت له لا، لا أتشرف أدش معك بالحكومة، شرفني. انتظرنا فترة طويلة، مو العادة يعني، تطلع الحكومة عقب أيام يعني قليلة. بس أذكر أن دشينا في فبراير، بس أي تاريخ في فبراير ما أذكر. هني في أحد ثاني كلمكم بعد في الفترة؟ إيه، نادونا عند الشيخ سعد قصر الشعب. فرحت لقيت الوزراء المرشحين الجدد كلهم موجودين الحقيقة. من ضمنهم يعني كان يوسف إبراهيم، بس تغيير من وزارة التربية إلى وزارة المالية. زين، هني أول شيء بس بين قوسين، أنت هل كنت، هل عندك فكرة قبل ما تروح الجلسة اللي عند الشيخ سعد أو الاجتماع أن منو زملائك في الوزارة؟ دريت أن أعرض على الأخ خورشيد، صلاح خورشيد، صلاح، الأخ طلال الله يرحمه، عرض على الأخ فهد المي. منو اللي شلون عرفت من هم؟ خلال اللقاءات بالمجلس يعني. إيه، ورحنا. طبعا كان كلام تدري ما تدري يثبت ولا ما يثبت، يتغير ولا يثبت يتم. زين، فرحت لقيت الأخوة التشكيلة إيدها كاملة تقريبا، كلها موجودة في قصر الشعب. دخلنا عند الشيخ سعد، فقال لنا الشيخ صباح كلمكم واحد واحد، مو كلنا جميع. كلمك الشيخ صباح، اتفقت معاه؟ موافق؟ قلت له إيه نعم، تشرف الوزارة كذا وكذا. إيه نعم. دقيقتين طلعت الوزراء كلهم، وبعدين نادونا طبعا للقسم عند الأمير. طيب، هني احنا طبعا انا راح اتكلم، راح اتوقف عند محطتين مهمين طبعا، هي محطة وزارة الأوقاف ومحطة وزارة العدل، كلهم على حدة راح اتوقف عندهم. لكن بس قبل ما ابدا في ملف وزارة الأوقاف، استحضر كلام السيد خليل حيدر. ذكر عندما تم تعيين أحمد باقر وزير الأوقاف والعدل، كان التوزير سبب في خلاف كبير وقع بين التجمع الإسلامي الشعبي وبين حدث ومع الكتلة الإسلامية في البرلمان بشكل عام. لا، مع الكتلة الإسلامية ما في خلاف، بالعكس أيدوني حتى الإخوان. كان خلاف بسيط في البداية،
لما طرح استجواب للقلاف على سبيل المثال. لا هذا تالي، الحين قاعد اتكلم في البدايه. بصلك اشوف لما اتصل الاخوان كلهم وقفوا معي الاخوان استجواب القلاف شهر 5. لا هذا ادري، هذا هني هو قاعد يقول كان التوزير، هو يعني اتكلم على اساس الفكره، التوزير هو سبب الخلاف. انا جايك في الكلام، بس الكلام ان الاخوان كانوا ضده مو صحيح. البدايه كانوا معاي، بعدين صار الخلاف. يعني عشان انا ارجع الكلام اللي قال الاخ خليل، ها يعني انت لما توليت المنصب، يعني لما اعلن رسميا ان احمد باقر وزير العدل والاوقاف، الحدث ما كان عندهم اعتراض. لا بس مو خلاف، اعتراض، خلينا نقول اعتراض. يعني دق علي احد كبار قاده الاخوان اللي هو منو؟ الاخ محمد العمر. طيب زين، وصديق طبعا واشوفه دائما والتقي وتبادل الاراء دائما الحقيقه. فقال لي احمد رجاء اخذ اي وزاره ثانيه الا الاوقاف. انت الحين اسمك طلع رسمي؟ إيه لا كان راح تعلن الوزاره، راح تعلن خلال ايام. قلت له ليش؟ الحقيقه انا زين معاكم واحنا كلنا اسلاميين وممكن نتعاون. قال لي بتصير خلافات، راح تصير خلافات بيننا وبينكم. أنا استنكرت، يعني ليش أنا يعني شوف إلى هذه الأيام، يعني إلى الخلافات اللي صارت بعدين بالأوقاف، طوال التاريخ كانت علاقتي مع الإخوان زينة، يعني زين، حتى دفاعي عن عادل الصبيح ووقوفنا دائما في كل المشاكل اللي صارت على الإسلام في البيت كنا ننسق يعني تمام. فليش وصولك هناك بالنسبة لهم أنه راح يصير خلاف، خصوصا أنه راح يصير هذا شيء علم في المستقبل، الله أعلم إيش راح يصير في المستقبل. والله يعني استغربت، ما خذيت وعطيت معاه، ما قلت له لا ليش؟ لا استنكرت كلامه، قلت له ليش؟ يعني احنا ممكن نتعاون بالاوقاف. وقال لي راح تصير خلافات وتاكد وكذا. المهم يعني ما اخذ كلامه على يعني على انه 100% بصير خلافات، لا يعني يمكن ما تصير خلافات. انا كنت اتفائل الحقيقه، وداش على تعاون، وداش يعني بنيه طيبه جدا يعني. تمام؟ طيب بعدين طبعا صار استجواب القلاف، وقفوا وقفة طيبة ما قصروا الحقيقة، لأن الاستجواب مو دستوري، يعني ما يمكن أحد يعني يوقف معنا، يمكن نتكلم عنه بالتفصيل يعني. طيب هذا يمكن لما أتكلم عن محور وزارة العدل راح أتكلم عنه، بس دام احنا تكلمنا عن الأوقاف، أما الإسلاميين بصفة عامة ما كان في معاي أي خلاف للآخر. طيب نتكلم، بما أن احنا تكلمنا عن ملف وزارة الأوقاف، خلينا نتوقف عند ملف وزارة الأوقاف. الدكتور صلاح الغزالي ذكر درجة وزارة الأوقاف أن تكون برئاسة وزير محسوب على حدث أو قريب منها، هذا الكلام ذكره طبعا في كتاب الجماعات السياسية. المرة الأولى التي تولاها سلفي بدأت الخلافات بين الجماعتين باعتبار أن كثير من رجال حدث قيادات في الوزارة، وكان باقر يريد إدخال أسماء جديدة سلفية إلى طاقم قيادة الوزارة. هذا كلام دكتور صلاح الغزالي، قريب من الصحة يعني، قريب جدا يعني. كنت أدري مو قيادات سلفية، بالأصح قيادات مظلومة، سواء سلفية أو غير سلفية. أغلبهم سلف كانوا مظلومين؟ الوزارة الأوقاف فيها وايد سلف. المظلومين وكان أغلبهم وكان سلف؟ وكان في قناعتي جزء منهم، إذا مو كلهم جزء منهم مظلومين يعني لا شك. فأنا على طول يعني حبيت أطعم يعني في نظري، يعني ما يصير يعني وزارة يكون معظم قيادينها من توجه سياسي واحد، ما يصير الحقيقة. زين، فلازم يكون في تنوع الحقيقة. فعملت على طول على تنويع، يعني هذه من الأشياء الخلافات اللي صارت، أني أخذت اللجنة، كان دكتور سعد لاشل مفوض فيها الوكيل، اللي لجنة التعيينات والترقيات والأمور هذه، خاصة الترقيات للوظائف القيادية وغيرها، أخذتها لأن من صلاحيات الوزير، فرجعتها إلى صلاحيات الوزير. هو كان مفوض الوكيل، وكيل وزارة الأوقاف قبل، اللي هو منه؟ الأخ عبد العزيز الأبغفور. انت لما صرت وزير رجعت الصلاحيه مره ثانيه للوزير؟ نعم. هي اساسا من ضمن صلاحيات الوزير؟ نعم اساسا، نعم حسب اللوائح من صلاحيات الوزير. نعم. سيد مبارك للدويله ذكر ان لا ننسى احمد باقر استلم الوزاره وقضبنا الباب. شلون قضبتم الباب؟ رديت عليه معاذ وقر اقر يعني في النهايه بالاخير رد عليه، ورديت عليه مرتين او ثلاث الحقيقه. قلت له اعطني اسم واحد قضبت الباب، أعطني اسم يعني الإخوان كمجموع، هو ما تكلم عن واحد. قال لي أنت ما جددت الوكيل، قلت له فانتهت مدة الوكيل اللي هو عبد الغفور. إيه زين،
انا قناعتي ليش ما جددت له؟ ما امور الحين ما ودي افتح الحقيقه بس لا هذا سؤال هذا راح يجاوب يجاوب الكل ويفسر ان ليش خلص. احمد باقر فعلا ما جدد وبدت الخلافات يعني زين هو الحقيقه صلاحيتي ولا لا؟ لا صلاحيتك هذه ما فيها انا الحقيقه بس قصدي ان هذا الموضوع هو اللي قد يكون العزيز الاخ عبد العزيز رجل يعني محترم وبينه وبينه موده كوني ما جددت له مثل واحد اللي ما ينتخبك بانتخابات وانت يعني صديق معه عارف شلون تروح تعادي ولا سوي خصومه على عدم التجديد لا انا ما اعرف يعني ان هناك من هو اصلح منه الحقيقه انتهت مدته يعني ما قاطعت مدته ابدا يعني هو شنو ذكر السيد مبارك دويله على جزئيه الغضب كلام مبارك خلينا نرجع مره ثانيه خلاص انا برجع لك كلام ضربنا الباب كجماعه لا هو رد عليك ما اي أيوه ما عليك وقال لك الزميل احمد باقر وزير الاوقاف الاسبق رد عليك رد على كلمتي انه قضبنا الباب بالاوقاف بمعلقه طويله قوله ان وكيل الوزاره انتهت مدته وهذا سبب تغييره واعتقد انه كان يسعك ان تطلب التمديد له من مجلس الوزراء كما فعلت ويفعل الوزراء الاخرون كنت تقدر انت ما كنت اي بس مو قلنا صلاحيتي ونظرتي ما تجاوز صلاحيتي ما جيت بنص المده وانهيتها قلت له لا تكمل ما قاعد يسوون الان وزراء كثيرين الاخت هند الصبيح كم وكيل وزاره شالت خلال 3-4 سنوات اللي طافت من استلمت افتكر فوق 20 زين وهي محسوبه على الحركه الدستوريه بنص المده ما كملوا مدتهم زين ولا لقيان في طيب. مال الفتوى مال العفو ارجع حق دكتور صلاح الغزالي ايضا لان نتكلم في هذا الموضوع واسهل فيه حين تولى الدكتور عادل الصبيح وزاره الاوقاف لبضعه اشهر اختار عبد العزيز عبد الغفور حط بين قوسين اخوان وكيل وزاره وبعدها الوزير الصبيح جاء احمد باقر السلفي واختار احد القيادات السلفيه وكيل مساعد وبدا يدير الوزاره مباشره وتجاوز الوكيل حطها بين قوسين اخوان الذي تم تجميده عمليا مما اجج الخلاف بين الطرفين داخل الوزاره وانتقل الى الجماعتين خارج الوزاره والمجلس وفي نهايه عهد احمد باقر رفض التجديد لوكيل الوزاره اخوان فما كان من العضو مبارك صنيدح الا ان شن هجوم عنيف على الوزير من خلال الصحافه واتهمه بممارسه الابتزاز السياسي والتصفيات السياسيه وان الوزير باقر فجر في الخصومه ووجه له عده اسئله برلمانيه تمهيدا لاستجوابه. صحيح الكلام؟ الاحداث صحيحه بس هو الفاظه مو صحيحه. شنو اللي مو دقيق؟ انت كنت تقرا قبل شويه اعيده؟ اي والله. حين تولى عادل الصبيح وزارة الأوقاف إيه تجميد الوزير ما جمت الوكيل ما جمت الوكيل وكيل ما أخذت منه وصلاحيته كاملة كان يمارسها تماما هو تجاوز الوكيل خوان اللي تم تجميده عمليا مما أجج ما جمته أنا أخذت صلاحيات الوزير اللي كان الوزير اللي قبلي معطيه إياه في فرق بين الاثنين لازم كان يمارس عمله كوكيل وزارة اللي كانت تستعين فيه في كل شيء يوميا المكتب ونخلص شغل الوزارة كلها يميع الحقيقة وموضوع مبارك صنيدح مبارك صنيدح يعني مع العلاقة الطيبة اللي كانت بيننا والاجتماعات اللي كانت تتم الكتلة الإسلامية كان حاضر أنا وهو وعلاقة طيبة لكن كتعليمات طبعا من الحركة الدستورية شن هجوم على أحمد قام شن هجوم عليه كله على موضوع عبد الغفور ولا شيء ثاني لا مو موضوع عبد الغفور أشياء ما لها يعني الحمد لله يعني ما كان فيها أي تجاوز من قبل يعني ولا يمكن يعني محاولة تتكلم بما أن العلاقة طيبة بينك وبينك ولا شيء لا إنسان اللي ينصح واللي ينتقد زين غير إنسان اللي يهاجم أنا إنسان اللي يعني يرد علي ويصلح لي أخطائي بأسلوب طيب هذا تعزه وتصل فيه وتقعد معاه تعال علمني أخطائي بس الإنسان اللي بهالطريقة هذه يعني هو يعني يقول في حتى تصريحات ان احمد قاعد يعني يسوي شق او مشكله بين السلف والاخوان زين هل وضع وكيل مساعد واحد زين في الاوقاف من ضمن عده وكلاء مساعدين من الاخوان زين واحد سلفي من ضمن مجموعه اخوان هذا شق من بين السلف والاخوان وبين هذا كل الاعمال هذه كانت مؤيده اعمالي كلها مؤيده بقوه من التجمع السلفي زين فهم عندهم مشكله مع التجمع السلفي الحقيقه
يعني في ناس مظلومين وتم انصافهم الحقيقه، ما ظلمت احد منهم. حسب ما اللي نقله الدكتور صلاح الغزالي ان اتهمك انك قاعد تمارس ابتزاز سياسي وتصفيه حسابات وفجرت في الخصومه. ابدا ما طلبت من الاخوان اي شيء عشان ابتزاز سياسي، لا بالموظفين اللي داخل، لا ما طلبت منهم شيء ولا فنشت احد من الموظفين. محمد العمر اللي تكلمنا عنه قبل شويه كان مدير اداره واستمر مدير اداره في عهدي، وهم قيادات الاخوان الحيه وغيرهم وغيرهم الحيه، يعني كل ما حد مس من 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 قيادات الاخوان. بس انا ما فهم بارك الله في اخر رد علي زين، عقب بينت له الحقائق وهو يعرفها طبعا ما كان يجي الا زين ابو معاذ، قال طيب ليش ما عيد لنا وكيل مساعد؟ يعني هل هم طلبوا منك تعين احد؟ لا ما اذكر انهم طلبوا، هم طلبوا شيء ثاني. ايش اللي هو شنو؟ هم طلبوا كان في يعني مجموعه من القياديين في الامانه العامه الوقف محولهم الدكتور سعد الهاشم للنيابه، وطلبوا مني اني يعني ارجع اسحب الطلب من النيابه، اسحب التحويل من النيابه. منو اللي طلب منك ان ترجعهم؟ مبارك. مبارك دويله. اي والدكتور سعد الهاشم لما قلت له عن الموضوع شفته في ديواني وقلت له قال طلب مني نفس الطلب. هم من مبارك دويله؟ مبارك، وهو قال لي اسمين، مبارك وواحد ثاني. من الثاني؟ قال اعتقد ناصر الصانع، يقول طلبوا مننا ان هذه ناس زينين وما عليهم قضايا، ايش حق حولتهم النيابه. انت منو اللي كلمك؟ مبارك. ما اذكر بعد اذا كان مع اخرين بس ما اذكر مبارك. انت كنت وقتها ملم في يعني عارف تفاصيل الموضوع ولا قلت له ارجع لك خل اشوف ولا لا سكرت الباب على طول؟ لا انا اولا يعني كنت عارف الموضوع، يعني كان عندك فكره عن الموضوع. عندي فكره عن الموضوع بس من حيث المبدا ما يمكن الدكتور سعد الهاشم يحول ناس النيابه وانا استرجع التحويل. شنو اكيد مبارك دويله يدري انه اذا هم راحوا النيابه انت ما تقدر تسوي شيء صح؟ صح. فشو اللي كان طالبه عن منك؟ يمكن كان يعتقد ان الوزير يقدر يسحب التحويل. وانت مو من صلاحياتك انك تسحب التحقيق او تسوي تحقيق داخلي. البلاغ اذا وصل للنيابه ما يمكن سحبه. ما يمكن. وطلب مني ايضا مبارك شيء ثاني، طلب مني اني ارجع خطابه حق احمد القطان. ليش هو شفيه الشيخ احمد القطان؟ احمد القطان طبعا الخطابات اللي فيها يعني مخالفه لوثيقه المسجد زين في لجنه برئاسه الوكيل اللي يقولون انا جمدته، هذا الدليل على اني ما جمدته. الوكيل اللي هو عبد العزيز الغفور زين. طيب. وقفوا احمد القطان على الخطابه، انا متكلم عن احد رؤساء العرب في المنبر، وكانت وثيقة المسجد تنص على عدم ما تجيب أسامي على المنبر لا رؤساء ولا غير رؤساء، وهذا شيء شرعي، يعني الوثيقة اللي عملت أيام الدكتور علي الزميع عرضت على هيئة الفتوى بالأوقاف وأقرت وعدلت بالكامل، ورأوا أن المنبر ما يصير تجيب عليه أسامي أشخاص وخاصة رؤساء لأنهم بيوصلهم الخبر بيهاجمون. إيه بس أنتوا في النهاية بيهاجمون أمير البلاد وهكذا. بس أنتوا في النهاية يعني خصوصا أنت أحمد باقر يعني تعرف رمزية الشيخ أحمد القطان، فما كان من الأولى أن مثلا تستدعونه أن يعني ترى الخطاب هذا يعني قاعد دخلنا في إحراجات، فأنا أعرف إذا ما التزم بعدين توقفونه. أعرف الأخ أحمد القطان وألتقي فيه من عام تقريبا 71 72، فقلت لا يعني شلون توقفون؟ كلمته يعني استدعيته؟ اي نعم. قلت حق احمد عبد العزيز الغفور لا شلون توقفون ينادون؟ فقال لي يعني انت طلبت من عبد الغفور انه ينادونه؟ اي نادوا إيه؟ المكتب، وكان الاخ عبد العزيز موجود والاخوه موجودين. مكتبك؟ اي. فقلت له يعني ابو عبد الله انه يهمني انك ترجع بس لازم توافق زين وتتعهد باحترام وثيقه المسجد، لانها وثيقه عملت من قبل الشرعيين وهي تفتها بالاوقاف مو ايامي من ايام علي سميع. هي فكان رفض ما قدرت ترده. اذكر يعني مجموعه من الاشخاص زين شباب كويتيين ومحبين يعني من الاخوان ولا من السلف؟ من افتكر المستقلين. طيب. وقالوا لي انت الحين يعني في اخر ايامك بالوزاره ليش ما ترجع القطان قبل لا تمشي؟ قلت لهم قولوا له اذا يوافق على وثيقه المسجد ارجع. فقالوا له قلت لهم وافق؟ قالوا وافق. امام الله سبحانه وتعالى انتم اربعه شهود. قالوا منو الاربعه ذلك؟ بلاش نذكر الاسامي زين، حتى ما اذكر اسم واحد منهم اللي اذكر، بقيه ما اذكرهم. المهم انه قلت لهم شرعا
ما دام هو تعهد امامكم هو ملزم انه يرافضي. فقالوا لا تعهد امامنا. فرحت الوزاره ثاني يوم وش اسمه ورجعته، لان الوزير يقدر يكسر قرار اللجنه. قرار اللجنه زين، وزير ترفع له القرارات واذا يوافق عليها او يجمدها يكسرها، يعطي فرصه ثانيه للخطيب. ورجعت الخطابه وحتى الان اعتقد بس وقع هو يعني وقع على هذا الميثاق. لا تعهد امام شفوي وزاره بس مجرد انا قلت لهم شفويا امام الله سبحانه وتعالى يعني. فانت رجعته بس هو بدون ما يوقع، لكن شفهيا انت خذيت منهم الكلمه. اي نعم، قلت لهم الله سبحانه وتعالى شاهد علينا. طيب احنا حديثنا لا زال مستمر، احنا لا زلنا في وزاره الاوقاف. من ضمن الاحداث المهمه اللي مرت على احمد باقر اثناء ما كان وزير للاوقاف والعدل، احداث 11 سبتمبر، احداث 11 سبتمبر اللي جرت في امريكا وانعكاساتها كانت على العالم كله، يعني فيما يخص الكويت او فيما يخص احمد باقر وزير الاوقاف، شنو اللي صار عندكم؟ هل الوضع مر مرور الكرام، حدث عالمي انتم مالكم شغل فيه، ولا صارت في اجراءات معينه ترتب عليها هذا الحدث؟ أول شيء اجتماع مجلس الوزراء خصص يعني جزء كبير من الاجتماع لهذا الموضوع، شكل لجنة لتماع التعامل مع هذا الموضوع. لجنة منو فيها؟ من كنت أنا وزارة الأوقاف، الدكتور يوسف إبراهيم بالمالية، وزير الخارجية الشيخ محمد صباح سالم، ويمكن معنا وزراء آخرين ما أذكر، بس الحقيقة حطينا طريقة جدا جدا ممتازة. شنو كان الهدف من اللجنة؟ إن إحنا يعني نثبت الحقيقة بالشفافية والقرارات اللازمة إن العمل الخيري الكويتي والعمل الإسلامي بعيد عن هذه. بس كانت في اتهامات وقتها يعني؟ إيه بالعالم كله كان في اتهامات للإسلاميين. منو اللي كان يتهمكم؟ شنو اللي كل الميديا، الميديا كلها. لا نبي نعرف شنو يعني اللي وصل حق الكويت هني من مراسلات. ما في شيء معين، ما في شيء غير الاتهامات. ما كان في وفود تي من أمريكا. بعدين أتذكر أنا وفد من أمريكا وقابلت بوزارة العدل. وفد هذا بس هذا عقب فترة يعني مو بالحادث. أنا ودي أتكلم أن مجلس الوزراء عمل لجنة، واللجنة قدمت توصيات أن يعني العمل الكويتي بحمد الله تعالى يتسم بالشفافية وما عندنا شيء يعني نخفيه. وكان من ضمن القرارات أيضا أن الجمعيات الخيرية عندما تسوي أي مشروع برا الكويت يكون عن طريق وزارة الخارجية، يكون لها دور الحقيقة، والتحويل كله كان يتم عن طريق البنك المركزي. فأثبتنا بحمد الله تعالى يعني خلو العمل الإسلامي من أي شبهة بحمد الله تعالى. على صعيد وزارة الأوقاف مع الخطباء والمساجد، أحمد باقر شو سوى؟ سوينا وركزت على هالقضية هذه، أن أيضا بالإضافة إلى إجراءات مجلس الوزراء أنا أيضا طلعت أيضا قرارات توصيات في الأوقاف أبرزها، لأن كان في مبلغ مخصص بوزارة الأوقاف لمساعدة المسلمين في الخارج، أن أي جمعية تطلب من وزارة الأوقاف نتأكد من خلوها من الإرهاب، نسأل سفارتنا في تلك الدولة عن هذه الجمعية ونظافتها وأنها مرخصة ولا لا وأنا ما عليها مشاكل، وأيضا نسأل عن موقف هذه الجمعية من الغزو العراقي للكويت، إذا كانت مأيدة ما يمكن نعطيها مساعدة. شفت شلون؟ فهذا يعني سويته أيضا في وزارة الأوقاف. على صعيد الخطب اللي كانت تصير، هل كان في اي قرار جديد طلع ولا لا الوضع كان ماشي عادي؟ الميثاق المسجد هذا كان موجود من الاساس قبل. وانا قلت لك يعني انا يمكن سويت شيء بوزاره الاوقاف اني كنت اجتمع مع الخطباء كل شهر الحين وتداول معهم، وهذا من الاشياء اللي صارت افتكر عقب الحادث هذا، لان كان ودنا الخطباء يعني يستوعبون أن هذه قضية خطيرة وأنها تمس العمل الإسلامي وتمس كل مسلم مخلص نظيف، لأنه ممكن يتهم. وشفنا طبعا الإسلاموفوبيا شلون صار في الغرب الآن يعني، فالحمد لله يعني كانت خطواتنا. فنقفز الروح، نقفز الروح إلى وزارة العدل بشكل سريع، بس دام احنا قاعد نتكلم على ملف 11 سبتمبر، الوفد الأمريكي اللي الكويت شنو صار معه؟
كان يتأكد من الإجراءات القانونية في الكويت، وقابلوا البنك المركزي وقابلوا الأوقاف والعدل، أنا مسؤول، وقابلوا يعني جهات حكومية وتأكدوا أن العمل عندنا كله. ما جاكم أي عتاب من الأمريكان؟ لا أبدا، بالعكس، كان اللي سمعت دائما أنهم بلغنا الشيخ، يعني الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية، أن راضين تماما عن يعني المعلومات اللي اطلعناهم عليها. طيب هني في هالفترة هذه، يعني احنا طبعا مرة ثانية يعني ما نعرف بالدقة متى صار الحدث، لكن انعكاسات 11 سبتمبر قررت الحكومة اسقاط الجنسية عن سلمان بوغيث، عن سليمان بوغيث. بعدين وانت كنت وزير وقتها؟ اعتقد والله اعتقد بالوزارة او بالمجلس. يعني هني الكاتب محمد اليوسف يذكر في كتابه: بعد 11 سبتمبر ظهور سلمان بوغيث كويتي الناطق الرسمي باسم القاعدة، قررت الحكومة اسقاط الجنسية عنه بسبب انضمامه لجيش اجنبي. صح، كلام سليم، هو السبب الرئيسي اللي يعني الوحيد يكون اسقاط الجنسية عندنا، لانه كويتي ابا عن جد يعني، فمو متجنس الحقيقة، بس القانون ينص إذا قانون مادة 13 و14 اللي تبين حكم سحب أو إسقاط الجنسية الكويتية، من ضمنها الانضمام إلى دولة أخرى، وهو صار ناطق رسمي لجيش آخر غير كويتي. ما كان يشكل لك هذا على مستوى الشخصي إحراج؟ لا، ليش؟ يعني في النهاية أحمد باقر إسلامي ووزير عدل وأوقاف، ينتمي لتيار إسلامي، وتبين أتعاطف مع واحد منضم حق جيش؟ لأن الموضوع يتعلق في إسقاط جنسية، ففي النهاية هو يحاكم في أمام المحكمة، وبعدين المحكمة تسقط الجنسية، مش مجلس الوزراء يسقط الجنسية. لا أعتقد يعني المحكمة هي تسقط الجنسية. لا أعتقد أمور الجنسية من أمور اللي ما تضع المحكمة. طيب خلينا نضع نقطة الآن على وزارة الأوقاف، انتقل إلى وزارة العدل. وزارة العدل أيضا في أول حكومة دخل فيها أحمد باقر كانت أيضا حافلة بكثير من الأحداث المهمة. فتح الباب كان استجواب النائب حسين القلاف لك في القضية اللي كانت معروفة في ذلك الوقت، الطفلة المولودة، لكن هذا الاستجواب كان أول استجواب في تاريخ الكويت يحال اللجنة التشريعية. باختصار شو اللي صار؟ اللي صار أنه يعني بصادق يعني قدم الاستجواب هذا حق دكتور سعد الهاشل، وانحل مجلس، تحلت حكومة 99 في ذلك الوقت، وعيد تشكيلها في فبراير 2001. دشيت أنا مكان دكتور سعد، وكان موقف الحكومة هو نفسه، يعني أن وزير العدل لا يسأل على قرار اتخذه النائب العام بنص القانون. هو نفس الاستجواب بالضبط اللي قدمه حق الهاشل نفسه قدمه لك؟ نفسه أعتقد، كان أغير فيه شوية ما أذكر يعني، بس إنه نفسه، قضية الطفل المؤود هذا، وإنه ما تم التعرف على الجاني، وبعد ذلك يعني تم حفظ القضية من قبل النائب العام بعد ما يعني طبعا كلفت المباحث، كأي قضية فيها جريمة تكلف المباحث، المباحث تعطي رد على النائب العام أنه أثروا عليه ما أثروا عليه. طبعا هم سووا البصمة الجينية أيضا، سووا عدة إجراءات الداخلية اللي هم ما تم الأثر، هذا كله ما يهم، اللي يهم أنه هل يسأل وزير العدل على قرار اتخذه النائب العام؟ هذا مخالف لصميم قانون استقلال القضاء اللي سويناه في مجلس 92. يعني ما تواصل معاك النائب سيد حسين القلاف قبل ما قدم استجوابه؟ بلى، يعني تكلمنا مع بعض وقلنا له مو دستوري، باكر يصير صراحه كارثه لو المجلس اقر هذا التصرف او اقر الاستجواب، لان باكر كل مش كثر الكويتيين عندهم قضايا بالمحاكم وعند النيابه، باكر كل واحد عنده قضيه بيستجوب عليها النائب العام، بيستجوب عليها وزير العدل، كارثه حقيقيه. فايش قال لك لما كنت تقول له؟ مصر يقول اللي صار انه خطا وفي اخطاء والنائب العام غلطان وكذا وكذا، وما دام وزير العدل هو اللي رشح النائب العام فيتحمل تبعات هذا الامر. طبعا انا اللي رشحت النائب العام، والماده اللي سويناها في قانون النائب العام وقتها اللي كان منه حامد عثمان، لما استقال النائب العام السابق البناي الله يرحمه الحقيقه، رشحت النائب حامد العام اللي كان المحامي العام الاول، يعني كان بعد على طول بالترتيب، وحسب القانون اللي سويناه رشحته. انت كنت وزير؟ اي انا كنت وزير، لما القانون اللي سويناه ب 92 لابد من الحصول على موافقه مجلس القضاء لاي شخص يصير نائب عام.
فاللي تحرك وكتب القضية مشاري الصيني، ومسك طبعا لقطة ممتازة كان مع أبو صادق، وقال حق أبو صادق مو دستوري الاستجواب، ما نبي احنا نسوي سابقة في مجلس الأمة يستجوب وزير العدل على قضية عند النائب العام أو بالقضاء، النائب العام بالكويت طبعا مجلس القضاء. فأصر أبو صادق، فلما هي موعد الاستجواب مشى العصيمي ومجموعة من الإخوة، تقريبا مشى البوحة أو مجموعة آخرين، طالبوا بتحويله إلى لجنة شرعية لدراسته. فاللجنة الشرعية على طول قدمت التقرير بعدها، الحكومة ما صوتت، الحكومة احنا كان موقفنا أن نروح للمحكمة الدستورية، هل يساءل الوزير على عمل النائب العام؟ هذه قضية محسومة دستوريا. باكر هي وزير مو زين يتدخل في كل اجراءات النائب العام والقضاء، خطر هذا. المهم احنا قلنا نروح المحكمة الدستورية ورفضنا التصويت على اقتراح مشاري، زين، بس المجلس اقر اقتراح مشاري اللي هو الاخوة اللي كانوا معه طبعا، ها التشريعي، التشريعي على طول قدم التقرير عقب اسبوع او اسبوعين. المجلس اللي بعدها كلام طويل، وبعدين التوصية الاستجواب غير دستوري ويجب شطوه من جدول الاعمال. وتم شطبه الوزراء، اطلعوا، بقيت انا ووزير ثاني، كنا برئيس وزراء كان معي. طلعتوا من وين؟ من الجلسه ولا من القاعه؟ اي، وخلوا المجلس بروحه يشطب. المجلس شطب الاستجواب. والسعدون ايضا صار بيني وبينه خلاف عبد العزيز، وطبعا عضو كان، على اي جزئيه؟ على هالجزئيه، ان احنا متفقين معك انه مستجوب دستوري، بس يجب ان ينفذ، تطلع على المنصه زين وتقول انه مو دستوري واحنا حنأيدك. انت ما كنت بتطلع المنصة؟ لا، ما يمكن، لان بداية الاجراء هي ضرب للدستور، ما يجوز المسؤول ان يمشي في اجراء مو دستوري. وذلك شوف، تخيل لو بدأ الاستجواب، اول من يتكلم بالاستجواب منه؟ يستجوب، هيتكلم ساعتين ساعتين ونص حسب اللائحة، تمام؟ معناه ان انا كان يبيك السعدون انه يبدي الاستجواب، يعني يطلع القلاط يقول كل نقاطه، او مو كلها، يكون ما اذكر كلها ولا مو كلها، كان السعدون يقول لي رد على انه دستوري او مو دستوري على المنصه. قلت له شو الفرق؟ نقول مو دستوري واحنا في القاعه، بدون ما نطلع على المنصه، بدون ما يفتح الباب للمستجوب انه يقول كل اللي يبي يهاجم النيابه. هو نيس السعدون شو كان موقفه؟ هل يرى الاستجواب دستوري ولا غير دستوري؟ لا، يرى مو دستوري. عبد العزيز يرى انه مو دستوري، ما يجوز مساءله النائب العام على قرار المسألة. فهو كان متفق معاك في قضيه ان عدم دستوريه الاستجواب، بس الاليه اللي يراها ان انت لازم تصعد وانت ما صعدت. ما قلت له ما يمكن امشي في اجراء مو دستوري، الحقيقه افتح باب اشوف المستقبل. طيب، من ضمن الاحداث ايضا اللي صارت في وزاره العدل وانت كنت على راس الوزاره، موضوع استرداد المتهم الثاني في قضيه الناقلات حسن قبازر. اي نعم. شو اللي صار خلف الكواليس؟ شنو اللي سوته الحكومه ممثله في وزاره العدل لاسترداد المتهم الثاني، وليش المتهم الثاني تحديدا؟ اي نعم. والحقيقة كانوا المتهمين أربعة، هم هاربين، المتهم الخامس ما كان هارب. الأربعة المتهمين في قضية الناقلات، حسن قبزر المتهم الأول، أفتح البدر المتهم الثاني، تيموثي ستافورد، ونسيم محسن استرالي انجليزي. عفوا، انت متاكد من المعلومه ان حسن قبازر المتهم الاول ولا الثاني؟ اعتقد الاول، اعتقد الاول او الثاني، ما تفرق. المهم انا وقعت وقتها، وقعنا احنا مع بريطانيا اتفاقيه لتسليم المتهمين، وطبعا برعايه طبعا كل النائب العام حامد العثمان وقتها، وكذلك الاخ عبد الله حمد الرومي، اللي هم الاثنين هذول اسميهم ابطال قضيه الناقلات الحيه. وتم صدور حكم بدل فيه الاخ عبد الله حمد الرومي، جهد هائل في بريطانيا، مو بس تجميد الاموال، لا، استرجاع الاموال. خلينا ناخذ الاحداث بتسلسلها اللي صارت. قضيتي خطي متوازين، استرجاع الاموال واسترجاع المتهمين. استرجاع الاموال مشى بطريقه جدا ممتازه. اللي هي شلون؟ طبعا صدر حكم نهائي، والحكم النهائي في بريطانيا ينفذ في الدول الاوروبيه الاخرى ايضا، اتفاقيه اوروبيه عندهم. فحسب ما نقل لي الحمد والنائب العام، تم استرجاع ملايين الحقيقه،
تقدر ب 114 مليون حتى تركت الوزارة من حسابات في لندن وفي سويسرا. من حسابات المتهمين. كوزارة عدل كان لكم دور في الموضوع في استرداد الأموال؟ إينام كنا متابعين، إحنا التيم كنا فريق أمانة يعني، واللقاء كان فريق مكون من أنا وفتح أنا وحامد العثمان وعبد الله حمد الرومي الحقيقة، واللي كان يقود عملية استرجاع المال والقضايا اللي برا طبعا مثل ما قلت لك الأخ عبد الله حمد الرومي وكذلك مع الأخ حامد العثمان. فأنت دورك كان يعني مجرد دور إشرافي في اللجنة؟ أي طبعا بالتأكيد توجيه واستراف ومشاورات ومداولات بيننا، نلتقي دائما يعني كل أسبوعين ثلاثة نلتقي، وين وصلت القضية، وين صار كم المبلغ اللي حصلته وكذا أمور بس يعني. وفي ما يخص الشق اللي يتعلق باسترداد المتهمين؟ أي الله يسلمك، وقعت اتفاقية وطلب النائب العام أذكر البريطاني وكانت امرأة وقتها حسب ما بلغني حامد الله يرحمه، يعني بلغني أن النائب العام أقوى ما وقعنا اتفاقية هو لازم يرفع قضية في المحكمة يطلب تسليم المتهمين. فطلب طلبات النائب العام، كانت امرأة وقتها في بريطانيا، ملف القضية كامل مترجم للغة الإنجليزية قانونية، ترجمة قانونية وشهادات حديثة لكل الشهود وصور طبعا فوتوغرافية. نحن قاعد نتكلم عن أي متهم؟ عن كل المتهمين الأربعة، اثنين بريطانية، لأن في أيضا واحد أسترالي في بريطانيا. منو؟ إيه في بريطانيا كان حسن قبزات وفتح البدر، زين، وافتكر الأسترالي توفى مات أثناء عملية المطالبة، والأردني نسيم محسن افتكر ما أذكر وين، بس كان بالملاحقة ما يعني ما وصلنا شيء، يمكن توفى يمكن من حاش أو كذا. المهم عرفت بعدين من الأخ حامد العثمان الله يرحمه أن النائب العام لما يقتنع في بريطانيا وهو يرفع القضية على المتهمين هناك ويطلب ترحيلهم إلى الكويت، لما تفوز القضية وتكسب بالابتدائي وصلها الاستئناف، ولما تخلص من الاستئناف تروح اللوردات يصوتون عليها أيضا. المهم حسب ما بلغوني الإخوة لما كنا نلتقي حامد وعبد الله، زين، أن الريال المتهم حسن سافر إلى أمريكا، وكان قصده يروح أمريكا الجنوبية، لكنه دخل إلى أمريكا بطريقة غير مشروعة، يبدو عن طريق المطار ودش في أمريكا. زين، لما صارت أحداث 11 سبتمبر راح أرسل يبدو فاكسات أو كذا عن طريق محل المحلات. المهم أنه دخل أمريكا بشكل غير مشروع وراح محل عقب 11 سبتمبر، وهذا اللي وصلني يعني وقتها، وصلني شفويا طبعا مو كتابة من الأخ حامد العثمان. وبعدين يعني كان يرسل هاي الفاكسات، فصاحب المحل بلغ عنه، اشتبه صاحب المحل انه هو له علاقه باحداث 11 سبتمبر، قال في واحد شرق اوسطي وقاعد يسوي فاكسات ويشق اوراق معينه يشقها ويقطها بالزباله. فيو اللي هو بلغهم صاحب المحل افتكر الشرطه اللي هي الفدراليه، يعني هو بس مجرد كان صاحب المحل مشتبه فيه لأن الموضوع لحين تبعات 11 سبتمبر. نعم. فالمهم تابعوا الشرطة لأن لازم يكون في سبب معين للإيقاف، فتجاوز السرعة ملي شيء بسيط جدا فوقفوا، فلقوا في سيارته ثلاث جوازات، فتشوا السيارة لقوا ثلاث سيارات جوازات، جواز كويتي وجواز باليزي وجواز باكستاني. فاتصلوا، هذا أثار شكوكم أكثر؟ أي نعم. فاتصلوا بالسفارة الكويتية، قال هذا كويتي، زين، واتصلوا بالسفارة مع الباكستانية، معنا معنا فكرة والباليزية، فطرشوا لنا صور الجوازات، فأنا جبت إفادة من السفارة الباكستانية بالكويت أن الجواز هذا مزور، أنه ليس باكستاني. أنتوا في جهة عدل تواصلتوا مع السفارة الباكستانية بالكويت؟ نعم. وكذلك الشيخ محمد الصباح يب ما يفيد من باليز ان جواز الباليز مزور. انتوا هنا اول شيء لما جاتكم هالمعلومه اجتمعتوا باللجنه وتباحثتوا الامر؟ اجتمعت يعني ما اذكر ما كان في اجتماع
اجتماع يعني الكل حاضر ومحضر وكذا، لا كان بالاتصالات والجلسات العادية يعني اللي كنا نلتقي فيها دائما مثل ما قلت لك كل أسبوع أسبوعين نلتقي. وطبعا الأمر كان أحيط فيه مجلس وزراء، أنا أول بأول أعطيهم الأخبار. المهم أنه لما ثبت لدى السلطات الأمريكية أنه ليس باليزي وليس باكستاني بدأت محاكمته لأنه دخل إلى أمريكا بشكل غير مشروع، وبالتالي تسليمه إلى الكويت ديرته. و فازت او شكور قاعد هناك وهل انتم حطيتوا محامي؟ هل انتم خاطبتوا الجهات الامريكيه؟ السفاره الكويتيه والنيابه الحقيقه الكويتيه تابعوا القضيه بدقه وكسبوا الاستئناف. كوزير عدل ما كان لك ايضا متابع فقط للموضوع؟ حاطه يحطوني بالخطوات اول باول، يحطوني فيها علم وكذا. المهم انه كسبوا الابتدائي، وبعدين زارني حامد العثمان مكتبي وقال لي بعد 4 أيام راح يصير نطق في الحكم في قضية حسن قبضات تسفيره بالكويت إلى الكويت من أمريكا في أمريكا. فقال لي، قلت له لازم تروحون تحضرون نطق بالحكم هناك. قال لي ليش؟ ما في داعي نروح نقعد هناك كم يوم وننطر. فأصريت على رأيي، تدري المهمات الرسمية يتفق فيها بين يعني مو قضية قضائية وإنما قضية إدارية. كان مع 3 أو 4 من المحامين العامين من خيرة الشباب الكويت الحقيقة، راحوا وحضروا جلسة النطق بالحكم، والحكم كان تسليم للكويت. فحسب ما نقل لي حامد الله يرحمه أنهم راحوا من المحكمة إلى السجن 4 ساعات بالسيارة، تسلموا من السجن، ردوا 4 ساعات بالسيارة، ركبوا الطيارة إلى نيويورك، استلموا طبعا معهم، من نيويورك ركبوا الطيارة إلى لندن، من لندن إلى الكويت، واستقبلت معنا بالكويت. طيب هذا فيما يخص حسن قبازرد، شنو سويتوا مع عبد الفتاح البدر؟ استمرينا مع النائب العام البريطاني وظل 2009 هناك. انتوا ايش سويتوا؟ اقول لك استمرينا محاكمات سوا، طبعا الشباب يعني عبد الله حمد الرومي الله يرحمه والبقيه انهم تابعوا قضيه استلام الاموال، من ضمنها استلموا شقه من افتح شقته زين وباعوها بالمزاد العلني تنفيذ للاحكام اللي عليه. بس ما كان في خلينا نقول حرص. مليونين ونص. كم؟ مليونين ونص باوند. بس ما كان في حرص شديد خلينا نقول الاسترداد للكويت هو شخصيا. لا بالعكس كان الحرص موجود، نفس الشباب نائب العام عبد الله حمد الروي الابطال هي نفس الشباب اشتغلوا الحقيقه. بس فشنو السبب انه ما تم تسليم؟ لان دخل امريكا بشكل غير مشروع، وهذا داخل بريطانيا. يعني حسن قبازات لو ظل بلندن كان وضعه يمكن نفس وضع عبد الفتاح البدر، ما 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 تم استلامه يمكن. توفى اثناء العمليه المطالبه فيه، مطالبه مستمره وتوفى الحين. طيب احنا لازلنا في مجلس 99. من ضمن الأحداث المهمة اللي صارت في مجلس 99 استجواب قدم للدكتور يوسف الإبراهيم. أنت كنت وقتها وزير في الحكومة، كيف تعاطيته كحكومة مع هذا الاستجواب؟ طبعا الاستجواب ما أذكره تماما الحقيقة، بس كان طبعا الموقف أن الحكومة رأت أنه ما يشتري طرح ثقة يعني. وأذكر صار في شدة يعني بعض الإخوة بين من ومن المجلس كانوا يبون إسقاط يوسف إبراهيم، وكان طبعا من أشدهم أكثرهم طبعا الحركة الدستورية طبعا كانوا والشعبي يعني كانوا محاولة قوية لإسقاط يوسف إبراهيم. هني موقفكم وموقفك أنت كوزير تنتمي للتجمع السلفي، وموقف التجمع شنو كان؟ جايك زي طبعا كان التجمع السلفي أنا وأحمد دايج زين، وأحمد دايج ما كان يعني مقتنع تماما زين بطرح الثقة. كان موقف هذا مبني على أسس علمية، لأن أحمد أي خبير في المحاسبي يعني كان في ديوان محاسبة ومدير يعني، وكان يعني متمكن الحقيقة، ما رأى أنه يستجب أنه بطرح الثقة. لكن كان في أمانة عليه ضغوط شديدة من بعض الأعضاء وبعض النواب وبعض الشباب أنه لازم تطرح الثقة لأن يوسف إبراهيم ليبرالي. المهم
صار في إشاعات وكلام. إشاعات شلون؟ إن يعني شلون الإسلاميين يطرحون الثقة وهم يخسرون الحركة السورية طبعًا، زين؟ وأحمد باقر في الحكومة وهو إسلامي، ما يصير التناقض هذا. هذا منو اللي كان يتبنى هال؟ صحب بعض الكلام، بعض المقالات اللي كانت يعني تريد إبعادي يعني عن الحكومة في ذلك الوقت. المهم يعني الحقيقة أنا في أحد في جهة معينة، في أحد معين، ولا هذا كلام يعتبر عام؟ ما في هو خلاه بالإطار، خلاه عام، يعني ما ودنا يعني ناس ما نبي نتكلم بالأسامي. إيه يعني خلنا أقول لك بس المتابع كان يعرف وايد، كان تنزل مقالات. أنا قاعد أوثق تاريخ، اللي بيشوف الحلقة هذه بعد 10 سنين ولا 5 سنين ما راح يعرف وقتها شو صار. إن شاء الله يشوف، راح يلقى فيها فوائد كثيرة جدا إن شاء الله. يعني أنا أتمنى ذلك يعني. المهم إن كان في دق إن أحمد باقر بالحكومة ورفيجة بيطرح ثقة، لأن ظنوا إن كل إسلامي ما طرح ثقة. أنا الحقيقة وقتها استأت وايد من هذا الكلام الحقيقة، فقمت كتبت استقالتي وحطيتها بجيبي من الحكومة. الحكومة إيش عليها؟ قدم استقالتك لها. لأن مثل ما قلت لك شلون أحمد الدعي كان طلعت إشاعة ذاك اليوم الصبح أو قبل جلسة بيوم، قبل جلسة بيوم، زين؟ اجتماع مجلس وزراء طبعا اجتماع العادي، والجلسة ثاني يوم، وكان في إشاعة قوية وقتها طلعت أن أحمد الدعي بينضم إلى طرح الثقة. طيب فكتبت استقالتي. هذه إشاعة ولا كانت واقع فعلا؟ لا بعدين ثبت أنها مو صحيحة، فكانت إشاعة. إيه؟ فإذا إشاعة أنت كنت تدري إنها إشاعة، فليش كاتب استقالتك؟ ما فهمت. إي والله كنت أعتقد إنها صحيحة لما كتبت الاستقالة. ف كنا الصبح لحظة هني ما قدرت أتصل قبل ما نوصل الصبح، قبلها بيوم بيومين أكيد قاعدين على مستوى التجمع. ما تكلمت ما قلت لك، هو عدة عوامل، زين؟ كان في ضغوط على أحمد، واحتمال يعني كنت أعتقد أو أظن إنه ممكن إن أحمد يطرح ثقة، زين؟ وأحمد قريب، مو بس يعني بتجمع أحمد، بينه وبين قرابة الحقيقة. فكلمته الحقيقة، بين لي إنه ما يعني مو مع طرح الثقة، عارف شلون؟ ثاني يوم الصبح كانت تكتب الجرائد إنه مع طرح الثقة. استغربت، كنت رايح مجلس وزراء ما قدرت أستفسر من أحمد، ما حصلته، كتبت استقالتي. في اجتماع مجلس وزراء الشيخ صباحي، زين؟ يتكلم شوي في بعض الأمور وبعدين نقوم للصلاة وبعدين نكمل. فلما قمنا للصلاة انفرت فيه على الجنب، قدمت استقالتي فرفضها، قال ما أخذها حتى ما قراها، قال حط بجيبك، حط الورقة بجيبك. وقلت له يعني إذا أحمد يعني طرح ثقة وأنا بالوزارة وشي والكلام اللي طالع والإشاعات اللي طالع، قال لي شوف الموضوع. حقيقة لما رحت الجلسة ثاني يوم، زين، التقيت بأحمد، قال لي لا أنا مو مع طرح الثقة. حقيقة سجل الجرائد كتبت هذا الكلام وناس كتبوا وأن في ناس ضاغطين وأن ناس راحوا قابلوا أحمد بالليل في بيته، زين، وضغطوا عليه إلا تطرح الثقة وعشان يعني الانتخابات القادمة نصير معاك وكذا. أنا هذا اللي وصلني من الأخ أحمد الحقيقة، يعني استأنى يعني موقفنا كان جيد ومدروس. يعني أنت شو كان موقفكم على مستوى التجمع أو الحركة؟ عدم طرح الثقة، بس مو الإجماع. مو الإجماع، بالأغلبية. منو اللي كان مؤيد لطرح الثقة؟ فهد الخنا؟ ما نذكر أسامي، خلاني أقول لك أسامي. دكتور صلاح الغزالي ذكر في كتابه في استجواب مبارك لدويلة ومسلم البراك تضامن معهما نواب الكتلة الإسلامية والعمل الشعبي وآخرين، فكان الاستجواب له آثار سلبية على التجمع الإسلامي الشعبي الذي وقف فيه الوزير السلفي أحمد باقر مع وزير المالية، وأحمد لدعيج امتنع عن التصويت رغم أن المكتب السياسي للتجمع اتخذ قراره أنه مع طرح الثقة. والمكتب السياسي يضم أحمد باقر، أحمد الدعيج، السلطان، مفرج نهار، فهد الخنا، فكان لهذا الموقف تأثير سلبي كبير على التجمع وقواعده. هذا كلام خطأ الحقيقة، فاحش. كله خطأ؟ سألني وسأل أحمد الدعيج، كان قرار المكتب بالأغلبية عدم طرح الثقة. فهو قاعد يقول أن قرار المكتب مع طرح الثقة هذا مو دقيق. مو دقيق، خطأ فاحش.
يمكن له أسبابه هو أنه يقول هالشيء هالكلام، لكن لو سألني أو سأل أحمد أي بيقول له الكلام غلط. بس لذلك أنا قدمت موضوع الاستقالة، منعنا الإحراج، لأن في ضغوط كثيرة صارت على أحمد، لازم يستقيل من الحكومة، أحمد أي شلون بيطرح الثقة وأخوه بالتجمع بالحكومة وتناقض ما شنو كلام صار يعني وايد الحقيقة. بس وجزئيه المكتب السياسي اللي هو يضم باقر ودعيش والسلطان ومفرج نهار وفهد الخنا هذه صحيحه؟ لا، واخرين غير هالاسامي ايضا، وانه كان اكو موقف صار في موقف تاثير سلبي كبير على التجمع وقواعده فعلا صار بعد الاستجواب. في ناس استغلوا ضرب التجمع، نعم في ناس استغلوا وشيء يعني تحديدا بسبب موقف احمد دعي، قالوا ان هاجموا احمد دعي وهاجموا التجمع، ليش ما طرح ثقه؟ بس احمد امتنع، لان الامتناع يمكن يحسب لصالح الوزير اكثر من هالباب. لا ما كنت امتناع، خلاص امتناع انا مو موافق، لازم موافق، كلمه موافق يقولونها الاغلبيه. هني اللي كانوا يشكلون ضغوط على احمد الدعي وعلى احمد باقر، في النهايه انتم اللي كنتوا بالواجهه، واحد بالمجلس واحد بالحكومه. كانوا من قواعد التيار السلفي، ولا كان ايضا الاخوان كان لهم دور هني قاعد يضغطون عليكم بشكل مباشر او غير مباشر؟ لا والله هو اكثر من برا، يعني في ناس من التيار السلفي كان رايهم طرح الثقه، بس يعني مو ضغوط، اراء. لا انت قلت اكو ناس راحوا حق احمد الدعي عند البيت وصار اكو ضغوط. بعض الاخوه من الاسلاميين الناخبين في المنطقه يمكن سلف ولا لا 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 مو سلف، ما ادري والله، لا اعتقد انه يعني من عموم الناخبين ومن تجمع، يعني تدري الحركه الدستوريه يمكن من الشعبي ايضا، ممكن يجوز يعني. في استجواب صار ايضا بعد اللي هو قدم النائب عبد الله النيباري الى السيد محمد ضيف الله شرار، هني شنو صار بالتجمع عندكم؟ هم حاربوا بالانتخابات ايضا، هم على استجواب شرار، هم حاربوا بحرب شديده ايام الانتخابات اللي بعدها على طول، مع ان هالمجلس هذا كمل مدته يعني. احمد عانى من استجواب يوسف وعانى في استجواب، بس في استجواب يوسف الابراهيم امتنع وقرار المكتب السياسي بالاغلبيه ضد طرح الثقه. في استجواب شرار كان موقفه واضح، رفض طرح الثقه، بس كان مؤيد للاستجواب. اي بس هي النتيجه في النهايه، النتيجه التصويت هو النتيجه. لا انت يمكن تؤيد الاستجواب وطالب اصلاحات معينه ما تصل الى طرح الثقه، يعني ما يعني هذه مفصلة عن هذه وايد ناس. بس اذا تذكر هناك امتنع هني رفض، واذا هو نفس الموقف سأل عنه احمد ان شاء الله. لا انتم اكيد ناقشتوا الموضوع في المكتب السياسي. اي يعني مثل ما قلت لك، يعني تأييد الاستجواب زين، بس طرح الثقه لا. فمعناتها ايضا المكتب السياسي في استجواب شرار ايضا اتخذ قراره اما بالاجماع او الاغلبيه ضد طرح الثقه. ما اذكر والله، ما اذكر. طيب انتهى مجلس 99، وطبعا احمد باقر قدم استقالته قبل انتهاء خوض الانتخابات، اللي خوض الانتخابات وقدمت مره ثانيه على خوض الانتخابات. هني عرض عليك بعد ما فزت بالانتخابات انك تدخل الحكومه، شنو اللي صار هني؟ شيخ ناداني، الشيخ صباح. طيب. هني صار هو رئيس وزراء بالاصاله مو بالوكاله، ايه في 2001 كان بالوكاله، فقال لي انت يعني اديت اداء جيد ونبيك بعد في الحكومه القادمه. فسالته اي نفس الوزاره عدل اوقاف؟ قال لي لا عدل فقط، على طول يعني عدل فقط. فقلت له ليش؟ قال لي الاوقاف نبي لها واحد ثاني. ليش؟ ما قال ليش، ما سألت أنت بس قال لك هذا ما لي حق يعني، فتستفسر في النهاية. قال لي نبي لها ثاني يعني، في أحد مشتغل أنك ما ترجع وزارة؟ عرف في ناس وايد ما كانوا يبون بالأوقاف، ناس وايد مثل منو يعني؟ أتوقع، ما عندي معلومات أكيدة، كان تحليل يعني، هي توقعات طبعا، ومبين كان واضح جدا أن الإخوان الحركة السورية ما كانوا يبون بالأوقاف، أيضا في آخرين ما كانوا يبون بالأوقاف عشان موضوع المرأة. طيب من ضمن الأحداث اللي صارت أثناء ما كنت أنت وزير العدل في مجلس 2003 قضية أثارت لغط واسع، وأنت كنت على رأس وزارة العدل، موضوع ياسر الحبيب. أي نعم. شنو اللي صار في موضوع ياسر الحبيب؟ باختصار شديد، كل سنة كنا قبل العيد الوطني نسوي قواعد او شيء يعني قواعد العفو، تمام؟
قواعد العفو ويوقع عليها وزير العدل ووزير العدل والداخلية. القواعد هذه حوالي 10-12 قاعدة. من ينطبق عليهم قواعد العفو؟ الأميري. أول قاعدة عرفون أن يكون حكم نهائي مو ابتدائي. ثاني قاعدة أن اللي نفذ الحكم قبل 31-12 يطلع في العيد الوطني إذا كان عقوبته سنة فأقل. طيب معنى قضى كم؟ على الأقل شهرين يكون قضي. طيب 25 فبراير يطلع ونفذ قبل 31-12 يعني يقول حتى لو 25 هذا شهرين. من القواعد أيضا أن التجار بالمخدرات ما يدش، هتك العرض ما يدش، اللي ماخذ حقوق من الناس يرد لهم حقوقهم إذا كان يبيدش بالعفو الأميري. أيضا العفو كان يخفض العقوبات شوية. المهم وقعنا على قواعد العفو هذه وصدر المرسوم بناء على القواعد هذه. آخر قاعدة من قواعد العفو في رقم 10 أو 12 كانت تقول النائب العام هو اللي ينفذ هذه القواعد على المحبوسين، تمام، وله حق أن يضيف أسامي ويطلع أسامي. النائب العام. النائب العام. فأنت شنو دور أو وزير العدل شنو دوره في يوقع على القواعد العفو مع وزير الداخلية، يوقع على المرسوم العفو مع الأمير. مرسوم العفو وزير الداخلية وزير العدل وصاحب السمو الأمير. طيب تمام. كلمني النائب العام، كان طبعا يوم أطلع يوم 25 فبراير أو كان 24 يمكن قبلها بيوم، فقال لي تصور مطلعين اثنين الداخلية قبل اعتمد انا الكشف. شلون ما فهمت يعني شلون طلعين اثنين؟ مسوي لجنة بالداخلية وماشيين على قواعد العفو. طيب وقبل اعتمد في القائمة بالاسامي رايح حق النائب العام. النائب العام صحفهم طبعا، فلاحظ ان اسمه ما تنطبق عليهم قواعد العفو لان القضايا كلها مرة على النائب العام، قضايا السجون اللي فيها حبس يعني قضايا جنائية. تمام. ياسر حبيبي واسم واحد الثاني الكويتي. من الثاني؟ قضيته كانت ترويج واعتبروها تعاطي. تعاطي يطلع بس الترويج والاتجار ما يطلع، عرف شلون؟ حسب قواعد العفو قضية عادية جدا. على طول أمر النائب العام على طول في نفس اليوم زين تصرف في السجن، قالوا فلان فلان لا يطلعون، طق عليه يجوز الساعة 11. بس هو مو المفروض يطلعون بعد ما يصير هذا المفروض ساري؟ هذا المفروض. هنا خطأ صار الحقيقة، كان المفروض ينطرون كل النائب العام الحقيقة. المهم قال لهم فلان وفلان غلط، شيلوهم من الكشف. شيء يقول طلعناهم من الصبح من الساعة 8. فأصدر أمر على طول النائب العام وهذا من صلاحيته قبض وإحضار. تعرض القبض على الاثنين هذيل. الثاني هذا اللي كان ترويج زين وكانوا حاطينه من ضمن التعاطي وهو ترويج، اتصلوا فيه أهله بالبيت وعلى العصر سلم نفسه على طول. وهذا حسبت له يعني حطت في ملفه أنه استجاب ويسلم نفسه. ياسر حبيبي انحاش